طيب هل السلايدز كده واضحة يا شباب؟ طيب الجزء الثاني خليكم فاكرين شابتر 6 ده كان بيتكلم على الايه؟ على الديجيتال موديليشن تكنيك. انا عايز انقل المعلومات بتاعتي بشكل ديجيتال من ترانسميتر للريسيفر. كويس، هنقلهم ازاي؟ قلت ان انا بيبقى عندي الكارير بغير برضو البارامترز بتاعته، يا اما امبليتيود يا اما فيز يا اما فريكوينسي. اتكلمنا ان ديتيلز على البي اس كي، سواء كان باينري او باينري يعني تو سيمبلز، 4 بي اس كي او كيو بي اس كي يعني 4 سيمبلز، او ام ماري بي اس كي يعني ام سيمبلز. وقعدنا شويه عملنا شويه اناليسز على الموديليشن تكنيك ده. طب احنا عايزين نكمل بقى، لو انتوا فاكرين الام ماري بي اس كي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول كان انا عندي السيمبلز بتوعي موجودين على سيركل، والسيمبلز بتوعي دول بحطهم على اللاين بتاع السيركل كده، والفرق بينهم هو انجل. انا خدت التو باي على الام سيمبل ورحت قسمتهم وعملتهم كده. طيب ده معناه ان انت عامل سيركل واحده. قال لك طب ما ينفعش اعدل شويه على البي اس كي، ده كان الام ماري بي اس كي. طيب ما ينفعش اعدل على ده، يعني ايه اعدل؟ يعني زي ما غير الفيز اغير الامبليتيود كمان. يعني انت عامل سيركل كده، طب ما انا اروح اعمل سيركل ثانيه هنا واحط عليها سيمبلز ثانيين. طيب يعني ازاي برضو؟ قال لك انا هعمل هايبريد امبليتيود وفيز موديليشن. هايبريد امبليتيود وفيز موديليشن يعني انا عايز اغير الفيز وعايز اغير الامبليتيود كمان. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان انا عندي فاي واحد وفاي اثنين، دول اللي هعمل بيهم السيمبل بتاعي. طب انا هقول ان انا عندي اس كي اوف تي هو عباره عن ايه؟ عباره عن امبليتيود اهو، هغيره وادي فاي واحد وادي فاي اثنين. فاي واحد اللي هي مين؟ اللي هي الكوساين سيجنال، وفاي اثنين اللي هي الساين. طب والامبليتيود اللي انا هغير فيه ده انا هسميه اي كي السكوير روت بتاع الاي نود، والبي كي السكوير روت بتاع الاي نود. طيب وده كان شبه البي اس كي، حد فاكر ده كان شبه البي اس كي؟ هل شكل الاس كي اوف تي شبه شكل الموديليشن بتاع البي اس كي؟ شباب حد فاكر؟ حد فاكر ده؟ هو تقريبا هو من غير الاي كي والبي كي. ايوه صح، هو من غير الاي كي والبي كي. بس كي ساره عادل ساره، انت بتجاوب معايا ساره؟ مجاوبه المره اللي فاتت. ماشي يا ساره. طيب الفكره بقى ايه؟ انا سميته هايبريد يعني هيغير الفيز وهيغير الامبليتيود. انا لو كنت سبتها فاي واحد وفاي اثنين وخلاص بفيكسد امبليتيود، يبقى انا كنت شغال بي اس كي. حطيت كونستنت كده هغير الفاليو بتاعته، يبقى انا هشتغل هايبريد اللي هنسميه كوادريتشر امبليتيود موديليشن او الكوان. يعني قال لك طيب خلي بالك مين السكوير روت بتاعت الاي نود؟ هي الديستنس على الاثنين، دي على الاثنين الاي كي والبي كي. قال لك على حسب بقى انت عايزهم قد ايه. يعني ايه؟ يعني انا اقدر اغير، بص كده ادي السيركل الاولاني، طيب وادي السيركل الثانيه، طيب في سيركل ثالثه، في سيركل ثالثه، ادي السيركل الثالثه، يعني انا غيرت الامبليتيود اهو.
غيرت الامبليتيود وغيرت الفيز وغيرت الفاليو بتاعه الاي كي والبي كي. طب اوكي قال لك خلي بالك بقى، بص كده طريقه الكودنج، انا هسمي السيمبلز بتوعي دول لو بصينا كده هنلاقيهم 16 يعني ايه بقى؟ يعني الاول 4 زيروز لغايه 4 1. طب اوزعهم ازاي؟ انا دلوقتي عندي 16 سيمبل، اوزعهم ازاي؟ قال لك خلي بالك انا دايما عايز كل ربع من دول او في كونستنت 2 بيتس وبغير الاثنين التانيين. يعني خلي بالك اهو لو انا بصيت على الجزء اللي انا عملته ده او اللي انا عملته بالاحمر ده هلاقي ان هو دايما اول 2 بيتس هم 0 1 0 1 0 1 0 1 كويس، وبغير الاربعه الاثنين التانيين على حسب انا عايز اربعه سنجلز هنا فهحط 0 0 احط 0 0 و 1 0 و 0 1 1 1. ايه ده؟ ايه اللي انا عامله ده؟ ده بنسميه جري كود. يعني ايه جري كود؟ يعني انا بغير بحاول اسويتش من السيمبل للي بعده، ها، واغير بيت واحده بس، اغير بيت واحده بس. يعني ابص كده على السيمبل ده من هنا لهنا الاقيه متغير بيت واحده بس، او من هنا للي جنبه متغير بيت واحده بس. بص كده لو بصينا على ده على الربع ده اهو في اربعه سيمبل، الاربعه سيمبلز بتوعي اهو مثبتين 1 1 اهم. يتبقى مين؟ يتبقى التو بيتس التانيين اهم، هنا 0 1. لو غيرت بيت واحده هتبقى 1 1 اهي. طب لو غيرت بيت واحده من دي هتبقى 0 0. اوكي، قال لك ده بنسميه جراي كود. الجراي كود ده ايه الفايده بتاعته؟ بيحسن طريقه الكودنج دي، بتحسن البرفورمانس بتاع السيستم بتاعي او بتاع الموديليشن تكنيك. يعني ايه البرفورمانس بتاع الكوميونيكيشن سيستم؟ انها بتقلل البروبابيلتي اوف ايرور. اوكي، طيب قال لك طب انا لو حبيت ابص لها ثانيه واحده، لو انا حبيت ابص للشكل ده لو حبيت ابص للشكل ده هلاقي ايه بقى؟ هلاقي ان انا لو بصيت هلاقي ان انا كاني شغال على امبليتيود بس اهو، والامبليتيود بتاعي بيتغير. هنا كان دي على الاثنين 3 دي على الاثنين، هنا ماينس دي على الاثنين، هنا ماينس 3 دي على الاثنين. يعني انا ممكن اخد اكسس واحد بس واشوف كده انا هتصرف في ده ازاي، وبعدين اشوف بقى لو هما 2 اكسس. يعني انا الاكسس الاولاني اهو، الاكسس الثاني اهو، الاكسس الثالث، وادي الرابع. وبعدين لو بصيت كمان شويه هلاقي ايه؟ هلاقي ده لوحده اهو وده لوحده. يعني انا عندي اقدر اقسمهم ل هوريزونتال وفيرتيكال. طب الواحد من دول، الواحد من دول اقدر اعمل له اناليسيز ازاي؟ قال لك ان البروبابيلتي اوف ايرور، البروبابيلتي اوف ايرور بتاع الام ماري كوان، ام ماري كوان يعني ايه؟ اللي احنا لسه راسمينه اللي هو الهايبريد، الهايبريد امبليتيود وفيز او كوادريتشر امبليتيود موديليشن، هو بروبابيلتي اوف ايرور واحد ناقص البروبابيلتي اوف كوريكت. طيب بروبابيلتي اوف كوريكت اللي هي مين؟ بروبابيلتي اوف كوريكت دي اللي هي مين؟ اللي هي ان ال two values يبقوا correct. يعني ايه two values يبقوا correct؟ يعني one minus the probability of error بتاع ال MRI ASK all power 2. طيب وانا برضو يعني مش عارف اجيب البتاع دي ازاي؟ لا خلي بالك انت بتقول ان انت عندك ادي الاكسس اهو، الديستنس ما بين سيمبل والتاني الفاليو بتاعته دي، ده الديستنس. الفاليو دي هي السكوير روت بتاع الاي نود. قال لك طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا هقول والله اللي بيتضرب في دي على الاثنين، الفاليو بتاعت دي على الاثنين
هي ال ماينس الواحد او النيجاتيف بتاعها، ال ماينس الواحد او النيجاتيف بتاعها. طيب هعمل الاناليسيس دي ازاي برضو؟ هاخد بقى بروف شويه طويل كده واوصل في الاخر ان البروبابيلتي بتاعه ال اي اس كي، يعني انا عندي ال ليفل لل اي اس كي امبليتيود شيفت كي هو عباره عن الفانكشن دي. طيب سؤال جوهري، هل ده البروف ده هيجي في الفاينل؟ اكيد لا. طيب انا بوصل لده، بوصل للقيمه دي، دي مين دي؟ دي 2 تايمز 1 ماينس 1 اوفر ال اللي هم عدد الليفلز اللي موجودين في الاي اس كي في الفاي اللي هي الفانكشن اللي ليها تيبل اللي اقدر اجيب بيه الفاليو دي. طيب دي على الاثنين هي القيمه بتاعت السكوير روت بتاعه الاي نود دي، دي على الاثنين هي الديستنس ما بين السيمبلز على الاثنين، على سكوير روت ان نود على الاثنين. طيب اوصل من كده برضو ان انا عايز اعمل ايه بقى؟ فقلت دلوقتي البروبابيلتي اوف ايرور بدلاله السكوير روت بتاعه الاي نود، لا انا عايز احسبها بدلاله الافرج انرجي. ايه الافرج انرجي؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان عدد السيمبلز بتوعي هم كانوا هنا 16 او الام ماري كوان، ده السيمبل الاولاني هيبعت بانرجي مختلفه عن السيمبل الثاني. بص كده بص كده دكتور، ممكن اسال على حاجه؟ طب سيبنا نكمل الاول وبعدين نبدا. ماشي، هل كل السيمبلز اللي قدامنا دول بيبعتوا بنفس الانرجي؟ هي الانرجي لو انتوا فاكرين كانت ايه الايكويجن بتاعتها؟ كانت هي سيجما الماجنتيود سكوير في الدايركشن بتاع فاي 1 بلس الماجنتيود سكوير في الدايركشن بتاع فاي 2. طيب يعني ايه؟ يعني الانرجي بتاعت السيمبل الاولاني ده مختلف عن الانرجي دي؟ طب انت دلوقتي بتقول انا عايز، انا جبت البروبابيلتي اوف ايرور بدلاله الفاليو دي، لا انا عايز اجيبها بالافرج. الافرج يعني ايه؟ يعني سيجما الانرجي بتاعت كل السيمبلز دول على عددهم. طيب تعال نبص بقى الافرج انرجي دي، الافرج انرجي هي سيجما واحد على عدد السيمبلز دول الماجنتيود سكوير بتاع الفاليو بتاعت السيمبل دي. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان هم عباره عن شويه كونستنت كده، هم اي كي وبي كي. قال لك طيب اقدر اروح اعوض واطلع الافرج انرجي دي بدلاله الاي نود دي بكام؟ وهعوض بقى في البروبابيلتي اوف ايرور، وهي اللي هتطلع تقريبا الشكل ده. الشكل ده الفرق بينه وبين اللي قبله كان ايه؟ ان هو هنا بدلاله الافرج انرجي بتاعت السيمبل، يعني مش بدلاله الاي نود اللي هي كانت ريليتد لدي على الاثنين. طيب حد عايز يسالني؟ باشمهندس اللي كان عايز يسال. في الرسمه اللي هو الباي 1 والباي 2 البلين دوت، ثانيه واحده سؤالي هجيبها لك دي. فمثلا الربع الاول اللي هو فاي موجب وفاي 2 موجب مثبتين مثلا 1-1، فهل ده معناه ان هي لازم 1-1 واللي تحتيها هتبقى مثلا 1-0، ولا الارقام ديت بتتغير؟ لان في المحاضره اللي فاتت ما كناش عاملين كده، يعني كنا عاملين ان مثلا في الربع الاول كانت كانت 1-0 مش 1-1 مثلا. هل احنا الليكتشر اللي فاتت خدنا الكوان؟ لا انا قصدي البيت. طيب اللي بتتثبت، البيت اللي بتتثبت، احنا برضو المره اللي فاتت كنا بنثبت اول بيت ونغيرها من ربع للتاني، صح كده؟ طيب هي ايه الفكره؟ هو ان انا عايز اعمل جري كود. جري كود يعني الفرق ما بين سيمبل واللي بعده يبقى بيت واحده، الفرق ما بين سيمبل واللي بعده هو بيت واحده. تقدر تعملها بشكل مختلف عن ده؟ تقدر تعملها بشكل مختلف على حسب البدايه بتاعتك كانت عامله ازاي. يعني ايه؟ يعني افرض انت مثلا خدت ثانيه واحده
افرض انت خدت مثلا دي ها ما سميتهاش 1110 او قلت ان الربع ده كده هو عباره عن 00 مثلا مثلا. طيب دي تبقى هي البدايه اللي هبني عليها، يعني الشكل ده كانه هيتقلب، يعني الارقام دي هتيجي هنا تيجي هنا، ودي الارقام اللي هنا دي هتروح الناحيه الثانيه كده. يعني ايه الكونسبت؟ الفرق ما بين سيمبل والتاني هو بيت واحده. هل ده الشكل الوحيد؟ اكيد لا، على حسب بدايتي انا، انا قررت ابتدي ازاي الديزاين بتاع الكود ده هكمل عليه. تمام طب حاجه تانية، هو انا ما فهمتش يعني ايه بعمل الامبليتيود والفيز مع بعض في نفس الوقت؟ يعني دلوقتي السيجنال لما بتبقى شكلها يعني صفر بعد كده سيجنال بعد كده صفر بعد كده سيجنال زي الاي ام العادي، ولا بتبقى انا رسمت ثلاث دوائر في الاول، رسمت ثلاث دوائر صح؟ ايه الثلاث دوائر اللي انا رسمتهم؟ ايه هم؟ اول دايره هم ليهم نفس الامبليتيود اهو على شكل السيركل زي البي اس كي بالظبط صح كده، هم بيتغيروا في الفيز لكن الامبليتيود بتاعهم كونستنت كده مظبوط. طيب رحت عملت ايه بقى؟ قلت انا هروح اعمل كمان سيمبلز ثانيين ليهم امبليتيود مختلف اهو اللي هم بالاخضر دول، دول لهم فيكسد امبليتيود والديفرنس ما بينهم هو الفيز صح؟ فرق السيمبلز الاولانيين عن الثانيين هو امبليتيود ودول ليهم فيز. بص خلي بالك كده، دول ليهم فيز ودول ليهم فيز ثاني، خدت بالك؟ اه شباب حد عايز يسأل حاجة ثانية؟ طيب انا عارفه ان الكلام ده علشان نمشي ان ديتيلز في كل الايكويشن محتاج وقت اطول. طيب انا المطلوب مني ايه؟ ابقى فاهم البدايه بتاعه الايكويشنز دي ازاي واوصل للبروبابيلتي اوف ايرور ريليشن ما بين البروبابيلتي اوف ايرور وبعض، ما بين الموديليشن تكنيكس وبعض، ابقى فاهم ازاي احل المسائل. مش لازم ابقى حافظ كل البروفس والحاجات دي. طيب لو انا حبيت ابص على البلوك دايجرام اللي يعمل الام ماري كوان، في عندي ترانسميتر وعندي ريسيفر، ادي الترانسميتر اهو، انا هحط هنا حاجه تغير لي الامبليتيود، ادي الداتا اللي داخله، اغير في الامبليتيود واضرب واحده في كوساين واحده في ساين واجمع. طب عندي الريسيفر قلنا بنحط كورليتر، كورليتر يعني ايه؟ يعني انتجريت في الكوساين وعدي على انتجريت، او اضرب في الساين واعدي على انتجريت. طيب بعد كده هعمل ديسيجن، والله اللي كان جاي لي ده هو مين، الفاليو دي بكام، واطلع القيم دي واطلع الداتا اللي انت كنت باعتها. ده شكل البلوك دايجرام بتاع الام ماري كوان، سواء كان انت كنت بتتكلم على بقى شكل الترانسميتر هتعمله ازاي وشكل الريسيفر. طيب الاحظ حاجه مهمه قوي في البلوك دايجرام ده، هما كلهم نفس الكونسيبت. يعني ايه؟ يعني انا باخد الداتا، الداتا دي بتتضرب في كوساين وهتتضرب في كوساين وهتتضرب في ساين وتتجمع وتتبعت. عند الريسيفر الاقي اول حاجه هي الكورليتر، كورليتر لمين؟ للكوساين اللي انا ضربت فيها او للساين اللي انا ضربت فيها. كورليتر يعني ايه؟ يعني مالتبلاير فولود باي انتجريت، اللي هيطلع لي ده باخد ديسيجن، ديسيجن ديبندنج على ايه؟ على الديستنس دي على الاثنين ما بين السيمبلز وبعض، بعد كده بقرر هي الداتا اللي كانت جايه هنا. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها هو الاف اس كي. طيب الاف اس كي يعني ايه؟ يعني كل بت تتبعت، خلي بالك انا هتكلم الاول على الباينري، باينري يعني انا عندي اثنين بتس بس، اثنين بتس بس يعني 0 و 1 بس كده، عندي اثنين بت، ده معناه ان انا هحط اثنين فريكونسي اف اس كي، يعني انا بغير في الفريكوانسي، بغير في الفريكوانسي ريليتيف للداتا اللي انا عايز ابعت. طيب هعملها ازاي؟ هقول والله اس اي دي جنرال ايكويشن،
هي عبارة عن ماجنيتيود، والماجنيتيود ده مش هيتغير، مضروب في كوساين وادي الاف اي. كل سيمبل هبعته له فريكوانسي مختلف. طيب بعدين بقى اروح اقول والله انا لو خليت الاف اي ده ها مالتيبلز من واحد على السي بي، واحد على التايم بتاع البيت الواحد، كويس، اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخلي الاثنين فريكوانسيز دول يبقوا اورثوجونال على بعض. يعني ايه اورثوجونال على بعض؟ يعني انا دلوقتي عندي اثنين فايل، بس مش واحده ساين والثانيه كوساين، لا انا عندي الفايل الاولانيه كوساين للاف 1 والثانيه كوساين للاف 2، وانا ضامن ان الاف 1 والاف 2 اورثوجونال على بعض. طيب حد عنده اي سؤال لغايه هنا شباب؟ اتاكد من حاجه، قول. في الريسيفر بتاع البلوك دياجرام اللي في السلايد اللي فاتت برضو بنبقى ضايفين اللايكلي هود ريسيفر اللي هو هيعمل بقى الديسيجن ويختار البروبابيليتي كده، ولا ده؟ طبعا احنا عملنا سمبليفاي لللايكلي هود ريسيفر، لانه في الاخر هياخد الديسيجن على حسب الديستنس. لو انت فاكر اللي ماكسمايز البروبابيليتي اوف كوركت، ان هو يشوف هو اقرب لانه سيمبل ريليتنج للديستنس. فاكر يعني لو انت فاكر؟ بس هو يعني هو البلوك اللي هو بعد الكوريليتور انكلودد فيه اللايكلي هود ده، صح؟ اللايكلي هود دي كود الديسيجن، في بلوك كده مكتوب عليه ديسيجن، هو ده صح كده؟ هو ده، هو ده. طيب اخلي بالي من حاجه مهمه، ان الكوهيرنت اف اس كي او فريكوانسي شيفت كينج الاثنين فانكشن بتوعه كوساين تكير، يعني الاثنين فانكشن بتوعه كوساين، واحده اف 1 والثانيه اف 2، بس انا ضامن ان الاثنين فريكوانسيز دول اورثوجونال على بعض. يعني ايه الاثنين فريكوانسيز؟ يعني هما مالتيبلز من واحد على السي بي. يعني ايه برضه؟ يعني افرض انا مش فاهم قوي يعني ايه دي اهو. يعني انا مثلا لو خليت اف 1 هو شكله عامل كده، هروح اخلي اف 2 هو شكله عامل كده، انا كده ضامن ان الاثنين دول اورثوجونال على بعض. طيب لو حبينا نبص على شكلهم اهو، انا عندي ايه؟ عندي الاثنين سيمبلز بتوعي، ادي فاي 1 وادي فاي 2، وادي السيمبل الاولاني والسيمبل الثاني، وادي شكله. طيب قالك طب خلي بالك بقى، احنا قلنا ان الاف اي، قلنا ان الاف اي دي هي مالتيبلز من واحد على السي بي. طيب قال لك اما احسب البروبابيلتي اوف ايرور ازاي؟ نفس الحكايه، مش كان في ديسيجن ريجن دلوقتي اهو، في ديسيجن ريجن بين الاثنين اهي. والله لو السيجنال بتاعتي السيمبل بتاعي اللي جالي هو موجود في الحته دي هقول عليه اس 1، لو هو موجود في الناحيه الثانيه دي هقول عليه اس 2. يعني هي برضه هيدبند على الديسيجن اللي هكمبير بيها، هي الديستنس ما بين التو سيمبلز على الاثنين. حد يعرف يقول لي الديستنس ما بين التو سيمبلز دول كام؟ روت 2 اي. ايوه صح، روت 2 الاي، الاي بي يعني. اوكي تمام. اسمك ايه بقى؟ علي السيد. علي، علي السيد. انت قلت لي اسمك قبل كده، قلت لي علي السيد صح؟ 180-2-8-3-8. يا دكتور تمام. اوكي طب خليني فاكره بقى الايه، او خليني فاكر الفاليو دي، لان انا قلت ان انا لما اجي بحسب البروبابيلتي اوف ايرور بستخدمها اهو. البروبابيلتي اوف ايرور بتاعتي اللي احنا حطيناها probability of error بتاعتي هو ان انا هقول والله بقى لو جه السيمبل بتاعي بلس النويز هيجي ازاي بقى. هو موجود في انه decision region، هلاقي ان probability of error لو انتوا فاكرين بقى كان ليها علاقه بالديستنس. احنا قلنا ان الديستنس هي عباره عن السكوير روت بتاع 2 الاي بي، يبقى الديستنس على الاثنين هي الكلام ده على الاثنين. اوكي طيب
حد فاكر الجنرال ايكويشن اللي احنا كتبناها المره اللي فاتت ان probability of error هي عباره عن less than or equal نص الكومبلمنتري ايرور فانكشن بتاعه حاجه ترم جوه كده لو انتوا فاكرين له علاقه بالديستنس. حد فاكر؟ حد فاكر يا شباب ولا ايه؟ طيب حد يقدر يقول لنا ايه الريليشن ما بين دي والديستنس على الاثنين؟ يعني اللي جوه ده دي على الاثنين على كام؟ ها حد يعرف؟ ده مثلا دي على الأربعة مثلا؟ لا دي على الاثنين على ان نود 2 على روت ان نود ده؟ لا يعني حد دي على روت 4 ان نود؟ دي على 4 ان نود لا هتبقى دي على جذر كان في هنا دي على الاثنين لو انتوا فاكرين على السكوير روت بتاع ايه؟ ان نود على جذر ان نود جذر 2 ان نود دي على دي على 2 مضروبه في جذر ان نود مضروبه دي على الاثنين مضروبه لا على جذر ان نود اقصد ان الجذر ان نود في المقام ايوه جذر ان نص المقام اللي هي اللي انا لسه كاتباها دي اللي هي نص الكومبلمنتري ايرور فانكشن دي على الاثنين حط دي على الاثنين هنا فيطلع ال في سكوير روت على بتاع الاثنين هنا تحت صح يضرب في السكوير روت بتاع الان نص فطلع لي الايكويشن دي. يعني انا لو كنت عارف دي على الاثنين كنت قدرت اجيب الايكويشن دي من غير ما اروح للايكويشنز بتاعه البروبابيلتي. وده كان الاوبجكتيف ان انت ازاي تحسب البروبابيلتي اوف ايرور بتاع السيستم بطريقه سهله. مين اللي قال بقى مضروبه وبعدين قلنا له مضروبه قال لا في المقام. ايوه انا ايوه عبد الرحمن محمد يوسف. عبد الرحمن انت قلت لي اسمك قبل كده يا عبد الرحمن؟ لا وبعت الاي دي في الشات. لا ما قلتوش. لا استنى مين؟ بكتب عندي عبد الرحمن محمد يوسف. قولي رقمك كام؟ 18 تي تي؟ خمسين انت محاول؟ 18 تي 7239 7239 هو قعدت في الشات لو لا لا ما عنديش علاقة بالشات انا ليه علاقة بالورق اللي معايا صحت ايوه اللي صحت اللي موجودين في الشات دول هم الاثنين اللي ما سلموش الاسايمنت. الرقمين اللي موجودين في التشات دول هم الاثنين اللي ما سلموش الاساينمنت كان بس ما لخبطش الكود بتاع دكتور بعد اذنك هو احنا متفقين قبل كل ده خالص بقى ان هو مثلا محاضرتين ولا حاجه ان احنا بنبعت بولر صح يعني الكودنج بتاعه البيتس نفسها بولر صح ولا غيرناها في النص المحاضره ديت او اللي فاتت طيب توصوا دي بولر بولر يعني الواحد بايه والصفر بسالب ايه طيب تمام ده هيفرق معايا في ايه في الشكل ده ده هيفرق معايا في ايه في السيجنال ستريت ريبريزنتيشن لا هيفرق ايه على حسب ان انا هيحسب هيفرق في المين وهيفرق في ال هو في المين ده اكيد بس مش متاكد من الباقي هيفرق في ايه تاني ممكن نعملها ديفيجن يعني سهل طيب يعني انا فاكر ان احنا البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه البولر كانت جذر الاي على الان نود لكن لما كانت لليوني بولر تقريبا كانت جذر اي نص جذر اي على الان نود فالبروبابيلتي اوف ايرور فرق طيب خلينا بس الليكتشر اللي فاتت لما قلنا انا عندي باينري بي اس كي اللي رحنا جبنا منها الجنرال فورم اللي هو نص الكومبلمنتري ايرور فانكشن احنا كنا حاطين التو سيمبلز اللي هما 0 وال1 بايه يعني كنا قايلين هما يساووا ايه
كان واحدة ليها amplitude square root ال e والثانية ليها negative بتاعها. بالضبط. اه صح. في الفاي نو في الفاي وان. بعد كده ده البولر. طيب. في الاف اس كي احنا عملنا كده؟ لا. لا. في الاف اس كي احنا عملنا ايه؟ قلنا ان في كل سيمبل هياخد سكوير روت ال e. كل سيمبل. ولكن كل واحد فيهم مضروب في كوساين فريكونسي اورثوجونال على الثاني. طيب ماشي انا فهمت كده الموديوليشن، بس قصدي قبل يعني قبل البلوك، قبل البلوك بتاع الموديوليشن. انا في الاخر همثل السيمبل، انا في الاخر همثل السيمبل بتاعي يعني هبعته على الفانكشن اللي هي الكوساين ولا ساين دي ازاي. انا في الاف اس كي قلت والله هم كلهم ليهم سكوير روت الاي. ليه بقى؟ انا ما غيرت يعني انا مش بغير في حاجه غير الفريكوينسي. الكونديشن بتاعي ان انا اخلي الفريكوينسي بتاعي ده اورثوجونال على غيره عشان يبقى كل واحد فيهم اورثو نورمال فانكشن. صح كده ولا ايه؟ فهمت، بس يعني كان قصدي ان لو هي انا فرض الصفر بصفر، فلما الصفر دوت هبعت عايز ابعت صفر يدخل على البلوك بتاع الموديوليشن اللي هو بقى هيضرب في ساين او هيرفعها على كارير او كذا، هو بصفر اصلا. فده كان قصدي يعني هي لا. لازم ما تبقاش يوني بولر مثلا. لا ما بتبقاش على حسب نوع الموديوليشن بيبقى المابنج ما بين الفاليو دي وهتتبعت ازاي. تمام. بيبقى دايما قبل الموديوليشن في بلوك كده اسمه مابر يعمل مابنج كده كل سيمبل هيتبعت ازاي او كل فاليو هتتبعت ازاي. دي مش موجوده في البلوك دايجرام اللي انت خدته. تمام كده؟ اه تمام. طيب ده البلوك دايجرام بتاع مين؟ بتاع الباينري اف اس كي. طيب اكيد انا هبص بقى هنا، ابص هلاقي هنا بقى انا عندي يا اما الفاليو بتاعتي مكتوب هنا. بص كده مكتوب ايه؟ اون اوف ليفل انكودر. ايه اون اوف ليفل انكودر ده يعني المفروض يطلع ايه؟ حد يقدر يقول لنا هو ايه الفانكشن بتاع ده؟ واحد واحد وصفر، واحد وصفر زيه زي اليوني كولر كده. واحده هتبقى بالامبليتود والثانيه هتبقى من غير امبليتود خالص. ايوه انا عايز برانش واحد اللي يشتغل يا اما الكوساين الاولانيه يا اما الكوساين الثانيه. ما انا عندي باينري انا ببعت يا اما صفر يا اما واحد. فانا لو هبعت صفر، الصفر ده خلاص مش هي الفاليو بتاعته تبقى عامله ازاي؟ يدخل على الانفرتر، الانفرتر ده يخليه لي واحد يضرب في ده، الصفر يضرب في الاولانيه ما يجيش. انا دايما عايز برانش واحد اللي بيبعت يا اما الكوساين الاولانيه او الفريكوينسي الاولاني يا اما الفريكوينسي الثاني. طب عند الريسيفر نفس الحكايه وكورليتد، انا عندي هضرب في الفاي واحد او الفاي اثنين واعدي على انتجريت صح، وبعدين اقرر بقى هعديه على الديسيجن ده واقرر بقى انا كنت ببعت مين. الفكره في البلوك دايجرام بتاعه الاس اس كي هو ان انا ببتدي ان هو الداتا اللي داخله لي ال1 و0 لازم احولهم 1 و0 مش 1 و ماينس 1. ليه بقى اخليهم 1 و0؟ عشان برانش واحد اللي في الترانسميتر هو اللي هيشتغل، يا اما هيضرب في كوساين الفريكوينسي الاولاني او كوساين الفريكوينسي الثاني. طب لو انا عندي ام ماري اف اس كي معلش. طب افرض ان هم ثلاثه بس عشان بس ايه اخد بالي دكتور. انا عندي ثلاثة فاي. نعم. استاذ ليك معلش ترجع لي السلايد اللي فاتت. حاضر. ها قول. هو احنا ليه في الديسيشن ديفايس مخليني الثريشولد بصفر؟ اه دي. هو انت مش كل مرة هتقول انا بريسيف الفاليو بتاعتي دي هي دايما هتبقى سكوير روت الاي مش كده؟ يعني لو انا بريسيف صح يعني كده؟ يا
يعني المفروض انه هيجي لي سكوير روت دي يا اما بوزيتيف يا اما دي النيجاتيف، صح؟ صح كده؟ يعني هو برانش واحد اللي هيطلع لي اوتبوت. معايا في البوينت دي ولا في مشكله؟ يعني في الترانسميتر، الترانسميتر هو برانش واحد اللي بيشتغل، وفي الريسيفر برانش واحد اللي هيطلع. واضحه دي ولا في مشكله؟ سيبني اللي بتسأل. تمام. طيب كويس قوي. انا دايما انا عايز اطلع السكوير روت بتاع الاي بي. معايا كده؟ هو السكوير روت بتاع الاي بي يا اما جاي هنا من البرانش الاولاني من اللول فريكونسي الاولاني، او جاي من الفريكونسي الثاني. كويس. عند الريسيفر والله لو جاي لي من البرانش الاولاني اهو بيبقى بوزيتيف. لو جاي لي من البرانش الثاني اهو هيبقى نيجاتيف. يبقى الثريشولد اللي هيقرر الفاليو دي بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني اكبر من الصفر ولا اصغر من الصفر، على اساسها هقرر انا كنت جاي لي واحد ولا جاي لي اثنين. تمام شكرا. طيب انا بقول انا عندي ام ماري اف اس كي، يعني عندي ام فريكوينسيز اورثوجونال على بعض. طب بس عشان ابقى متخيل خليهم ثلاثه بس. انا عندي هنا الاف 1 الكوساين الاولانيه والكوساين الثانيه والكوساين الثالثه. ادي السيمبل الاولاني اهو، الثاني اهو، الثالث اهو. كل واحد فيهم بيبعد بقد ايه؟ بسكوير روت الاي بي. يبقى انا لو عندي ام ماري اف اس كي يبقى انا عندي ام دايمنشنال كوردينيت كلهم اورثوجونال على بعض. الكوردينيت الواحد هو عباره عن سكوير روت 2 على سي كوساين الفريكوينسي ده، كوساين الفريكوينسي. هلاقي بقى ان الجنرال ايكويشن اهي هم كلهم هيغيروا في مين؟ في الفاليو بتاعت الفريكوينسي. بس كده هلاقي ان probability of error بقى، probability of error في الام ماري اف اس كي اهي الفاليو بتاعتها اهي. طيب دي هتدبند على ايه؟ ادي الديستنس اهي ام ناقص واحد، ام ناقص واحد مين؟ ام ناقص واحد احنا مش كنا طلعنا من شويه probability of error في الباينري؟ انا رحت خدتها اهي الباينري اهي دي اللي احنا طلعناها نص الايرور كومبلمنتري فانكشن للسكوير روت بتاع الاي بي على الاثنين ان نود. طيب بص بقى على دي اهو، ايه ده؟ اهو الترم ده نص الايرور كومبلمنتري فانكشن دي اهي نفسها. بس ده انا ضربتها في ام ناقص واحد. ليه بقى ضربتها في ام ناقص واحد؟ انا عندي ام ماري سيمبل، السيمبل اللي هو انا هتلخبط مع ام ناقص واحد كلهم على نفس البعد مني، هم كلهم ليهم نفس الديستنس. لو انتوا فاكرين اهو لسه راسمين الرسمه دي. لو انا جالي السيمبل ده، فالسيمبل ده هو على نفس المسافه، على نفس المسافه من ام ناقص واحد من السيمبل. ادي السيمبل الاولاني، ادي السيمبل الثاني. يعني انا لو عندي ثلاثه سيمبل هتلخبط باثنين ثانيين. فعشان كده الجنرال ايكويجن اهي بقت ام ناقص واحد اهي، ام ناقص واحد تايمز الترم اللي انا كنت طلعته. وقال لك والله البروبابيلتي اوف اور ممكن تبقى اقل من او تساوي الرقم ده. اخر حاجه هنقولها هو الباور سبيكترال دنسيتي بتاع الام ماري. بي اس تي. طب ده احنا قلنا قبل كده. طيب الفكره كلها بقى ادي الترانسميتد باندويث، ادي لو انا بتكلم على ام ماري اف اس كي فانا عايز ام اوفر 2 السي، او الار بي ام اوفر الاثنين لوج 2 الام. طب انا لو عايز احسب
الباندويث افشنسي، فهو الار بي البيت ريت اللي انا ببعت بيه اوفر الباندويث اللي انا بشتغل عليه، هلاقي الفاليو بتاعته بتساوي ده. قالك بس خلي بالك بقى دلوقتي انا لما بانكريز النمبر اوف ليفل هما الام عدد السنجل، ها ده بيزود ان انا بحسن الباندويث افشنسي ولا ما بحسنهاش؟ لا بتقل. ليه بقى بتقل؟ حد يقدر يقول لنا ليه بتقل؟ يعني في البي اس كي تزيد، لو انا بشتغل بي اس كي الباندويث افشنسي كل ما زود الام الفاليو دي تزيد، الرو دي تزيد. في الاف اس كي تقل. حد يقدر يقول هي ليه تقل؟ علشان هنا ما قللتش الديستانس ولا حاجه، انا ما جيتش ناحيه الديستانس اصلا. ايوه، فايه اللي حصل هنا؟ هو فضل زايد باين، فضل الفرق بين كل ديستانس والتانيه اللي هي جذر الانرجي، جذر الاي بي. لا لا لا، انا بتكلم على الباندويث افشنسي مش البروبابيلتي. انا بتكلم على الباندويث افشنسي. في حد قال كلمة كده؟ هو I think عشان احنا كنا لما كنا عندي 0-1 كنا بنستخدم 2 frequencies، فانا لو زودت عدد الليفلز هستخدم frequencies اكتر. ايوه، وده يؤدي ليه بان انا استخدم frequencies. انت فيرس ما بينهم؟ بيتكلم قول يا ابني. هو يعني هو انا لما هاجي اعمل الديسيجن هيبقى ان انا يعني مش عقيق. احنا ما جيناش للديسيجن خالص دلوقتي، احنا اتفقنا ان انا لما في الاف اس كي كل ما هزود الام كل ما هزود الفريكونسي، هينعكس على ايه زياده الفريكونسي دي؟ اني ممكن اقول ولا هو البالانس كده عايز اكتر في الاستنى يا ابني، في واحد بيقول قول يا ابني قول. ان انا كده البالانس هيزيد قوي معايا. ماشي، علي عماد كان بيتكلم، قول يا ابني. كان في واحد بيتكلم اسمه علي دلوقتي. احجز باندويث اعلى في الفريكوينسي دومين او السبيكترم دومين. بالظبط، انا دلوقتي هعمل ايه؟ هحجز باندويث اكبر علشان عدد الكاريرز اللي اكبر، وبالتالي الباندويث افشنسي اكيد هتقل. فدي نقطه مهمه قوي، نقطه مهمه جدا. ايه هي؟ وان انا دلوقتي ايه الفرق بين الـ DSK والـ FSK؟ الـ DSK وان انا كنت عايز اعمل ايه؟ عايز ازود عدد السيمبلز، مفيش مشكلة خالص، روح حط الـ M بتوعك دول قسم الاثنين باي دي، انت هما نفس الفريكونسي، واحدة كوساين والتانية ساين، روح قسم الاثنين باي على عدد السيمبلز وحطهم، ده هيأثر على الايه؟ الـ probability of error. لكن لو انا عايز ازود عدد السيمبلز في الاف اس كي، ده معناه ان انا عايز احط كاريرز زياده، احط كاريرز زياده، يبقى انا محتاج باندويث زياده. في الحاله دي الباندويث افشنسي الفاليو بتاعتها هتبقى ايه؟ هتبقى اقل. لغايه هنا يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ الجزء بتاع الديجيتال موديليشن تكنيك، اتكلمنا فيه على الايه؟ البي اس كي، الكوام والاف اس كي. طيب سؤال جوهري، هل انا مطلوب مني احفظ البروبس دي؟ لا. طب مطلوب مني ابقى عارف ايه؟ اعرف احل المسائل. طب هعرف احلها ازاي؟ انا لو عارف الرول بتاعه البروبابيلتي اوف ايرور بدلاله حتى الديستنس، هيبقى الموضوع سهل على كل الموديليشن تكنيك. دكتور، طب هو احنا ليه قسمنا على الاثنين تي اصلا؟ اشمعنى قسمنا على الاثنين تي في اخر سلايد؟ اخر سلايد وهاخد بونص ولا لا؟ مين ده؟ انا علي. يا ابني ده انا كتبت اسمك 50 مره، انا مش عايزه اهو علي عمال محطوط جنبه ثاني خالص. انت بقى بالذات مش فاكر، ايه رايك؟ دي الرول اللي انت بتسال عليها، دي اللي هي السلايد اللي قبل الاخير ولا السلايد الاخيره؟
الاخير خالص لما كنا بنحسب تقريبا اما قسمنا ام على 2 تي ام على 2 تي ده دي الرول دي الرول بتاعه حساب الاف اس كي باندويث جبناها منين جبناها من شكل الاسبكترم الباور اسبكترم اللي احنا رسمناه للام ماري اف اس كي غالبا انا حطيت واحد غير طب هو مش لو استخدمنا ام ماري اف اس كي فمثلا لو هو هبعت السيمبل الواحد تي 2 بت هقسم على 2 تي بي لو هبعت 4 بت هتبقى 4 تي بي ولا 2 تي بي دي ثابته لا 2 تي بي دي الام اوفر 2 تي مش تي بي طب تي ديت اللي هي ايه مش هي تي بي اصلا لا تي دي اللي هي التايم بتاع السيمبل هياش التايم طيب السيمبل الواحد هياش ما هياش تي بي دي هي التايم بتاع السيمبل طيب